يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤولة عندما يؤولون الصفات يقولون إن اللغة العربية واسعة الاستعمالات، فاليد المؤولة عندما يؤولون الصفات يقولون ويحتجون بأن اللغة العربية واسعة الاستعمالات، فاليد يراد بها الجارحة ويراد بها النعمة، والوجه كذلك متعدد الاستعمالات، فكيف يرد؟ لكن لا نصير للمعاني الأخرى ونترك المعنى الظاهر. ما الذي يلجينا إلى أننا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى لفظ مرجوح بعيد ونتعسف؟ لا يجوز هذا. وإن كانت اللغة واسعة، لكن اللغة نحملها على ظاهرها حتى يدل دليل على أنها على غير ظاهرها، لأن المعاني ما هي بواحد، المعاني منها ظاهر ومنها غير ظاهر، ومنها قريب ومنها بعيد. فنحن لا نذهب عن المعنى الظاهر القريب إلى معاني، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لا بد أن هذا اللفظ يثبت له معاني، أما إن كنت تقول اللفظ يحتمل ويحتمل وليس هناك دليل على الاحتمال، هذا لا يجوز، هذا من الخبط في الضلال. نعم. القيم ذكر أن للتأويل شروطا 4 أو 5 ما يصح إلا إذا توفرت، وهي مذكورة في كتاب الصواعق. نعم.